لو في منتج مصري جربته لقيته كويس وسعره اقل من المستورد طبعا هستخدم. يا ريت على الاقل ان هتلاقي ان في مصانع هتشتغل وهيحسنوا المنتج، حتى لو المنتج مش كويس هيحسنوا المنتج المصري. لو اتطبقت عليه الرقابه الصناعيه الصح واتطبق عليه قانون التمييز الصناعي هيكون احسن من المنتج الاجنبي بكتير جدا. طبعا المنتج المصري لو اشتغل واخد فرصته في السوق المصري اكيد احنا هننجح جدا حتى على مستوى التصدير. يعني اتمنى طبعا ان انا اشوف منتج بلدي بيطلع بره بلدي، يعني اتمنى ان انا اشوف منتجي في الاسواق العالميه.